تقدم بالتعزية في عالم من علماء ليبيا الذين لهم شهرة وتميز في علم من علوم الشريعة وهو علم أصول الفقه. فقدت ليبيا هذا الأسبوع الشيخ عمران علي العربي، كان علما بارزا في علم أصول الفقه، وتتلمذ عليه يعني تقريبا كل الناس الذين تخصصوا في العلوم الشرعية على مدى ما يقرب من نصف قرن في الجامعات، تتلمذ عليه في هذه المادة، مادة أصول الفقه. وقد كان يتنقل بين جامعات ليبيا، جامعة طرابلس، كلية الآداب، وقبلها كلية التربية، وقبلها كلية الآداب، على تغيرت في عصره 3 أو 4 مرات، وجامعة الأسمرية والخمس وغيرها من الجامعات. فكان لا يفتر عن العمل، وكان دؤوبا ومخلصا وجادا في عمله، وانتفع به الطلاب، وهو بارز في تخصصه ومعروف ومشهود له بالكفاية والعلم. وهذه سنة الحياة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته ويعوض أهله وذويه فيه خيرا. وكذلك نعزي فيه علماء ليبيا وطلبته الذين تتلمذوا عليه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضهم خيرا وأن لا يحرمهم الأجر. وكان الشيخ عمران يعني من الرعيل الأول الذين درسوا بداية الأمر في مسجد جامع ميزران، عندما كانت الدروس يعني زاخر المسجد زاخرا بالدروس على كبار الشيوخ والعلماء في العلوم المختلفة، وكذلك في مسجد جامع الباشا. ثم بعد ذلك عندما فتح المعهد الديني اللي هو معهد محمد بن علي السنوسي في الظاهرة، ثم بعد ذلك التحق بجامعة محمد بن علي السنوسي في البيضة بكلية الشريعة، وتخرج منها من الأوائل، ووفد إلى مدينة الجغبو. في ذلك الوقت فتح فيها قسم الدراسات العليا، وأحضر إليه خيرة الأساتذة المتخصصين في علوم أصول الفقه والفقه والحديث الشريف من جامعة الأزهر ومصر بصفة عامة، وأخذ الماجستير من مدينة الجغبوب في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك أفيد الدراسة في جامعة الأزهر، واعتكف هناك على التحصيل والعلم والتحقيق والبحث، وأخذ شهادة الدكتوراه من جامعة الأزهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضنا فيه خيرا ويسكنه فسيح جناته.